هو الذي جرت في احتفالات عيد الاستقلال الوطني هذه السنة في مدينة الجوجة كان جوا يبعث على الارتياح، كان جوا حقيقة مبشرا، لأنه فتح الباب أمام مشاركة جميع الموريتانيين في هذا الحدث العظيم. ف 28 نوفمبر ليس فقط عيد استقلال موريتانيا، إنما هو أيضا عيد ميلاد الأمة الموريتانية، ولذلك فيجب أن نعمل جميعا على أن يكون هذا العيد عيد جميع الموريتانيين بكل أعراقهم وبكل فئاتهم وبكل طبقاتهم. إن هذه الروح الجديدة نأمل أن تكون بداية عهد يحترم فيه المواطن ويعاد فيه الاعتبار لقيم الجمهورية، للعدل، للإنصاف، للشرف، وتعاد فيه أيضا القيمة للقانون وللدستور. ولا يفوتني أن أشير إلى أن سكان إنشير وسكان مدينة الجوجة بالذات قد تجاوبوا مع هذا الحدث، إذ استقبلوا الوافدين بأريحية وبكرم، وهي السجايا التي عهدناها فيهم. لقد ذكر رئيس الجمهورية في خطابه أنه عمل منذ توليه الحكم على إعادة الثقة بين الموريتانيين، وعمل على التشاور بين الأطراف السياسية جميعها، ونحن نثمن هذا التوجه، ولكن نطالب بأن يكون سياسة ثابتة راسخة لا تتغير، لأن ذلك ما تقتضيه الديمقراطية والحكم الرشيد. ذلك أن الاستبداد بالرأي وعواقبه وخيمة على البلدان وعلى الأمم. إذن مرحبا بك.